أتواصل بحضراتكم مشاهدينا الكرام مجددا في انطلاقة شوطنا الآخر وتحدي آخر في هذه اللحظة، وهو الشوط العاشر في انطلاقات هذا الصباح، خاصة بالأبكار الثنايا المهجنات الأصايل، وانطلقت هذه النخبة لإعداد أخرى مشاركة تنتظر كذلك دورها في انطلاقاتها وكذلك من خلال تحدياتها مع الثمانية كيلومتر. نرحب بكل الحاضرين والمتابعين من خلال شاشة دبي ريسنج من انضم إلينا في هذه اللحظة ليتابع هذه التحديات وهذه المنافسات. الآن نقترب من بداية الشوط والمشوار الأول لنبدأ مع التحدي الأول ووجود الباهية اللي احتلت صدارة الشوط، الباهية لسلطان بن محمد بن سويلم الاجتبي، الآن هي المغيرة على نظام هذا الشوط وتحتل صدارته، بينما المركز الثاني تأتي اللحوق لفهد من طحنون الهاجري يحتل المركز الثاني من خلال هذه اللحظات، والمركز الثالث نشاهد ونتابع مع حضراتكم مشاهدينا الأعزاء انطلاقة الشاهينية، حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري يأتينا مشاهدينا الكرام في المركز الثالث في هذه الأثناء. المركز الرابع نقلة إلى الشاهينية لحمد بن سالم الشريفي ليحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس شوف شعار بن حسين، هذه ملوح محمد بن سيف بن حسين العليلي هو الآن من يتواجد على خامس المراكز ليقدم لي هذه اللحظة ملوح في هذا الشوط. نشوف المركز السادس، نتابع المركز السادس، الله وصلت وزن هذا الاسم كذلك العملاق المميز، هذه وزن لراشد بن حمد بن راشد بن غدي، ما شاء الله تبارك الله وصلت وزن في هذه اللحظات وانطلقت الى المركز الاول، هجمه سريعه، هجمه في لمح البصر، هجمه قويه مباغته من راشد بن حمد بن راشد بن غدير، بالفعل صاحبه الوزن الثقيل في الميدان، هنا صاحبه النشاط القوي في ارضيه الميدان، هنا في المسار والتحدي، الله بالفعل صاحبه اجمل تحديات واجمل منافسات في هذا الميدان وهذا التحدي. هذه وزن مشاهدينا الكرام على المركز الاول على السيطره الاولى المقدمه لتهدي هالي مرغم اجمل تحيه وسلام صباحي في هذا اليوم، والسلام ثالث ينتقل مشاهدينا الكرام مبكرا الهالي مرغم ليهدي مع وزن ولحظات وصول وزن لراشد بن حمد بن راشد بن غدير في هذه اللحظات، بكذلك مع بلبلة ومع مغثة لتهدي كذلك وتكمل المسيرة وزن لراشد بن حمد بن راشد بن غدير، هذه لحظات وصول إلى خط النهاية وهي بالمركز الأول، تهانينا والناموس. أما صاحبة المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان من خلال الانطلاق زلان محمد بن سعيد بن منانة، المركز الثالث اللحوق فهد بن فهيد الهاجري، المركز الرابع يأتي حمد بن سالم الشريفي، خامسا حمد بن سلطان بن درويش يقدم الشاهينية، والآن نعود إلى التوقيت الزمني ولحظات الوصول لوزن مع هذه اللحظات بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية، تهانينا لحمد بن راشد لراشد بن حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز وهذا الانتصار. صاحب المركز الثاني هنا كانت غزلان لمحمد بن